احتفلت محافظة مطروح بالعيد القومي 107 لانتصارات معركة وادي ماجد على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، وذلك أمام ديوان عام المحافظة. وشهد محافظ مطروح خالد شعيب الكرنفال الفني الرياضي الذي شمل استعراضات فنية ورياضية وعروض الكاراتيه والجمباز. وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أبناء مطروح بالعيد القومي، مشيرا إلى أن الاحتفالات مستمرة على مدار الشهر الجاري بافتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية لخدمة أهالي مطروح بمختلف مدن ومراكز المحافظة. احتفل النهارده بعيدنا القومي، ومشاركنا في هذا الاحتفال كل القيادات التنفيذيه والشعبيه والامنيه والشباب والمراه. سعيد بهذا الاحتفال، ويمكن على هامش احتفال عندنا بعض افتتاحات لمشروعات الحمد لله تم الانتهاء منها وزفاف جماعي، وان شاء الله يحضر معانا بعض الساده المسؤولين في هذا الاحتفال.